شمابو وبرو روحو حايو قاديشو حضلوه شريرو أمين. الحلقة السادسة من القيثارة السريانية، تراتيل متنوعة من كنيستنا السريانية للكهنة الإخوة الأربعة. تفضل أبونا نويل. أنت ملجأي أنت ملجأي ربي اسمعوا يا إخواني، اسمعوا يا غمض عيوني واخرس لي لساني كأس المرارة تغربت عن وطني تغربت عن بيتي من أهلي ومن خلاني من يسأليني المسيح وحده ربي يغفر ارحمني. أبونا متي. كنت في سجن الخطايا عبدي إبليس الرجيم غير مأمول إخلاصي
ثم نجاني الرحيم غير ما أمول لخلاصي ثم نجاني الرحيم واشتراني ذاك بالدم الزمين واشتراني بدماه من عذاب الجحيم واشتراني بدماه من عذاب الجحيم إنني أقضي زماني خادم الفاد الأمين باذلا جسمي وروحي وقوى عقلي الثمين باذلا جسمي وروحي وقوى عقلي الثمين واشتراني ذاك بالدم الثمين واشتراني بدماه من عذاب الجحيم واشتراني بدماه من عذاب الجحيم أبونا يوسف يا ذات الأنوار يا فخر الأطهار يا ذات الأنوار يا فخر الطهار يا عز الأبرار يا عذرا يا عذرا وكنز الأسرار وكنز الأسرار يا درة داود يا كل المقصود يا درة داود يا كل المقصود أنت
البحر والجود يا عذراء يا عذراء في كل الأقطار في كل الأقطار يا غصن الإيمان يا أصل الإحسان يا غصن الإيمان يا أصل الإحسان يا تجلني سوان يا عذراء يا عذراء يا شمس النهار يا شمس النهار أنت هلك وباب الرحمة أنت الكرمة وباب الرحمة مملوء نعمة يا عذراء رب لك اختار رب لك اختار يا جوهر مكنون في مريم مخزون يا جوهر مكنون في مريم مخزون هبنا يا حنون ابنا ابن العذراء صفحا للأوزار صفحا للأوزار والترتيلة الأخيرة الأبونا جورج مجدو مريم يا تعظم في المشارق والغروب مجدو مريم يا تعظم في المشارق والغروب كرموها عظموها ملكوها في القلوب كرموها عظموها ملكوها في القلوب قد تعالت وتلالت ما لأضواها غروب قد تعالت وتلالت ما لأضواها
هغروب. وهي قالت حين نالت فالتها للشعوب، وهي قالت حين نالت لتهني الشعوب. مرتجاكم في شقاكم فاسمعوا يا مؤمنين، مرتجاكم في شقاكم فاسمعوا يا مؤمنين، لا تخافوا أن توافوا لحماها طالبين، لا تخافوا أن توافوا لحماها طالبين. ونختم هذه الحلقة بترتيلة ما أحسن الإخوة إذ يجتمعون في وداد. ما أحسن الإخوة يجتمعون في وداد، ما أحسن الإخوة يجتمعون في وداد، ما أحلى أوقات لهم يقضونها بالاتحاد، ما أحلى أوقات لهم يقضونها في الاتحاد، بحبهم وجمعهم لهم سلام وهنا، بحبهم وجمعهم لهم سلام وهنا، يمثلنا هكذا اجتماع سكان السماء، كان السماء بأعوذ ربنا ينير ذا جمع المجيد، بأعوذ ربنا ينير ذا جمع المجيد، وتربط القلوب بالإيمان والرجاء الوطيد، وتربط القلوب بالإيمان والرجاء الوطيد، لنا يسوع رأسنا ونحن أعضاء الجسد، لنا يسوع رأسنا ونحن أعضاء الجسد، فلا خلاف بيننا يكون
يجمعنا الحب معا ثم نكون بوفاق بوحدة كإخوة في الغرب أو عند الفراق بوحدة كإخوة في الغرب أو عند الفراق. نشكر الرب يسوع المسيح الذي جمعنا لنرتل له مع بعض. ونشكركم أيها الأعزاء على متابعتكم لهذه الصلوات والتراتيل في حلقة القيثارة السريانية. نطلب من الرب يسوع أن يبارككم. آمين. أيها الأحباء، من رتل فقد صلى مرتين. هذا العمل البسيط الذي عرض عليكم هو دعوة لكل بيت مسيحي أن يجمع أفراده ويرتل ليتمجد ويسبح اسم الرب دائما أبدا في بيوتنا. أيها الأحباء، آمين. ليكن يسوع المسيح حاضرا يوميا بيننا أيها الأحباء، والروح يعمل فينا ويظهر مجد الرب بنا في المجتمع، ولتبقى بيوتنا كنائس يتمجد فيها دائما اسم الرب. آمين. آمين.